فكرة حلوة جدا جدا جدا، مش هنحتاج غير ورق وخيط وألوان. حضروا أدواتكم، وفي الوقت ده اعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير الفيديو، سيبوا لي كومنت من كومنتاتكم اللي بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هوريكم النهارده فكرة حلوة قوي قوي قوي، مش هنحتاج حاجات كتير، هنحتاج ورق او سكتش، هنحتاج خيط يكون تخين بس شوية، وهنحتاج الوان اكريليك او جواش، يعني اللي عندكم مفيش مشكلة فيه. انا هحط الخيط بتاعي في طبق او على كيس نايلون او اي حاجة، يعني ابدأ احطه جوه الطبق كده او جوه الكيس، وهخلي جزء منه بره عشان ما يجيش عليه اي الوان، اقدر امسك بيه براحتي، امسك منه براحتي. بصوا حطوا الالوان بقى يعني اللي انتوا عايزينها بالترتيب اللي انتوا عايزينه، بالشكل اللي انتوا عايزينه، يعني براحتكم خالص. شوفوا بس الفيديو للاخر اعرفوا احنا بنعمل ايه، وبعد كده عشان تقدروا تحددوا انتوا هتعملوا ايه بالظبط. انا هنا الالوان عندي الحمد لله سايلة، لو انتوا الالوان عندكم تقيله شويه ممكن تدوبوها الاول بميه وبعد كده تبداوا تشتغلوا بيها. لو هتشتغلوا بألوان أكريليك حاولوا تشتغلوا بسرعة، لأن الأكريليك من الألوان اللي بتنشف بسرعة جدا. أنا كل اللي هعمله إن أنا هجيب مثلا فرشة وأبدأ بس إن أنا أتأكد إن الخيط كله واخد من الألوان دي، يعني أنا عايزة الألوان كلها تدخل على الخيط نفسه. ممكن اغسلها قبل ما احطها في لون جديد عشان احافظ على الالوان بتاعتي. انا عايزه اتاكد ان الخيط كله شرب من الالوان كلها. اغسلها تاني، انا كده تمام بالنسبه لي، حاسه الخيط خلاص خد كله من الالوان ديت. هعمل ايه بقى؟ هجيب ورقتين قد بعض بالظبط، او احط في اجنده او في كشكول اي حاجه. هو اول حاجه هاخد واحده من الخيط بتاعي، احاول وانا بطلعها ان انا ماخدش برضو لون كتير قوي فيها يعني، وهبدا احطها على الورقه بتاعتي. استنى بس راعي ان في حته خارجه بره الورقه كده عشان اعرف اشد منها. ناخد الثانيه، هعمل ايه بقى؟
هجيب الورقة التانية او زي ما قلت لكم احنا بنحطها جوه كتاب، وهبدأ ان انا احطها من فوق او اقفل الكتاب بتاعي عليها، هدوس عليها جامد. بصوا حرف الخيط ده، هبدأ ان انا احط ايدي كده مثبتاها وهسحب الخيط بتاعي لبره. لغاية ما تطلع كلها هجيب الخيط التاني هدوس عليها جامد كده وابدأ ان انا اشد بالراحة الخيط بتاعي لحد ما يخرج بره. هوريكم بقى عملت ازاي. بقى عندي نسختين من الورد، بصوا ومنتهى الجمال وشكله حلو جدا جدا جدا. ممكن الباقي الالوان ده نرجع نحط الخيط فيه وبالفرشة تاني نملاها، نملى الخيط ونرجع نعمل بيها اشكال، هيعمل اشكال تانية برضو مختلفة. شايفين بمنتهى السهولة جدا جدا جدا. جربوها ممكن باي الوان انابيب او بطرمانات، يعني اي الوان انابيب او بطرمانات هتطلع لنا الشغل دوت سهل قوي قوي. ويا رب يكون عجبكم فيديو صغنطوط اهو سريع، ان شاء الله يعجبكم وعايزاكم تجربوه وتوروني ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا بقى سبسكرايب للقناه واعملوا لايك وشير للفيديو، سيبوا لي كومنت من كومنتاتكم اللي دايما 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 بتسعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. حطيت الخيط تاني اهو وعملت منه شكل جديد وظبطت الالوان عليه، وهوريكم هيطلع شكله عامل ازاي. انا بعد ما جربت اللون الاسود مش حباه قوي فممكن ما استعملوش.